أما لمن يسأل وين اللي نعرفهم جيدا، نعرفهم جيدا مال كاظمي، فالجواب يعني كأنه القائد العام للقوات المسلحة يعني ما عنده معلومة تتوقع، يعني هذا غير صحيح حقيقة. هذا رجل قائد جهاز المخابرات الوطني، بسمح لي، لا مو أنا بدي أوضح لك قضيتين أساسية. قائد جهاز المخابرات الوطني وقائد عمليات كبرى حقيقة لدحر فلول التنظيم الإرهابي، إن كانت قيادات استراتيجية تقود التنظيم الإرهابي والبغدادي وغيره من القيادات الإرهابية الأخرى اللي كان يعمل عليها جهاز المخابرات الوطني، يعني يعرف قيادات العمليات المشتركة والأجهزة الاستخبارية سواء جهاز مكافحة الإرهاب وغيره طبعا عزيزي. لكن بالمقابل هو ينتظر قدرة المؤسسات العراقية الوطنية الاستخبارية والأمنية والعسكرية على تقديم المعلومات والبيانات والحقائق والأدلة. هو يعرفهم جيدا بس يريد يجرب الأجهزة الأمنية يشوفها توصل للقاذف لو ما توصل. الله يا أخي، ما يريد يحرج اللجنة ويقولهم منو هم، يريدهم يعتمدون على نفسهم يعرفون الفاعل. مو مشكلة الفاعل باقي يصول ويجول بالبلد عادي، المهم الكاظمي جاي يجرب اللجنة. يعني شلون مرتك متلزم عليك لزمة؟ ما تقول لك، تخليك تحوص اسبوعين لحد ما انت تعرف بنفسك وتعترف كتها رأسها. الكاظمي دي يسوي شوية اللجنة، يلا انا بدي اتفرج والله، بس بدي اشوفكم وين توصلون. ايه عافية. بس المشكلة هنا انه اللجنة جاي تطلب المساعدة، يعني الكاظمي يعرفهم جيدا، خليه يروح يقول للجنة وانتهى الموضوع. وإذا مصر يختبرهم فأنا راح أحللكم إياها بقى. الموضوع ببساطة ينحل والله، منو اللي استهدف الكاظمي يعني معروفة، لو كتيبة لو عصابة، وأحيانا ينجمعا. والتفاصيل ارجعوا بها الحلقة، نعرفهم جيدا وعرفوهم جيدا. أما اللي يريد يعرف نتيجة هاي اللجنة التحقيقية فهي أكيد ما يعوفوكم بدون نتيجة، يعني عيب، شنو السالفة طالعينها. النتيجة شالت من هذا التحقيق هي التقرير بهذه الصورة، والذي أشار حقيقة إلى حقائق تبين بالقرائن والأدلة والبراهين أن منزل السيد رئيس وزراء وأن شخص القائد العام للقوات المسلحة كان مستهدف. النتيجة من هذا التحقيق أنه اللي ضرب الكاظمي صواريخ كان مستهدف الكاظمي. مهم هذا الكلام، ترى مهم، كلش مهم. أستاذ حسين، أستاذ حسين، أنا أقول له ترجع تلعب موبايلك واي أحسن لك. أستاذ حسين، أستاذ حسين، الله بالخير. أستاذ حسين، الله بالخير. نتائج التحقيق بقت مشردة، نتائج التحقيق بالقاع. خليك وين يصير، خليكم يعني.